طبعا الهدف من الندوة ان احنا بنقعد مع شبابنا، يعني الشباب اللي هم هيقود البلد في المستقبل ان شاء الله في كافة المجالات السياسية الرياضية الاقتصادية السياسية. فاللي انا عايز اقول ان احنا كانت في الحقيقة كنت سعيد جدا ان انا اكون موجود هنا وموجود مع الطلبة وبديهم يعني بعض النماذج اللي حصلت وازاي الوصول العالمية وان احنا ازاي يبقى عندك طموحات وتقدر تحققها. ما ينفعش ان احنا تبقى احلام، لازم نشتغل ولازم نعمل. فده اللي انا دي كانت الرسالة الاساسية ان انا جاي هنا عشان اقولها للطلبة. يعني الرياضة هي علم ومعرفة ونظام، فلو مشت اي منظومة بغير كده مش هتنجح. فاللي انا عايز اقوله ان طبعا علشان مصر تعمل نتيجه يبقى لازم السيستم، احنا بنتكلم على السيستم، الاتحاد مع الانديه مع المسابقات مع الحكام مع المدربين، دي كلها سيستم واحد. يعني ما نقدرش نقول ده المدرب ده جاي النهارده يقوم يعمل نتيجه بكره او بعدين، لا. اذا ما كانش عنده مسابقه على مستوى عالي فيها كومبيتيشن منافسه جامده، واخد بال حضرتك، في حكام على مستوى عالي، في مدربين على مستوى عالي، واخد بال حضرتك ازاي، مفيش مجاملات، واخد بال، ده سيستم. فده اللي لازم يمشي. وطبعا من غير ما نخش في التفاصيل، يعني احنا يعني انا شايف ان احنا ان شاء الله في كرة القدم يعني لازم نشوف اللي حصل ونحاول يعني ان احنا نصلح للمستقبل، لان احنا عندنا بطولة افريقيا قريبة جدا اعتقد السنة الجاية. فاللي انا عايز اقوله ان احنا يعني مش معنى ان احنا خسرنا يعني نهد بقى الجامع ونهد الكنيسه وبتاع، لا. احنا المفروض ان احنا بنحافظ على الكيان اللي موجود، واذا كان في بعض الثغرات في بعض الاخطاء بتاع لازم بيتعمل تقييم ليها وبعد كده بتتعدل. احنا طبعا هنا في الجامعه بنبص للرياضه انه مكون اساسي للشخصيه المتكامله. احنا عايزين نخرج مواطن فيه كل الصفات اللي يصلح انه يبقى جزء من الجمهورية الجديدة اللي كلنا عاوزين نشوفها على أرض مصر. يعني إيه؟ يعني عاوزين نشوف ممارس، ممكن بعض الممارسين للرياضة بصفة دورية وبانتظام يطلع منهم أبطال. فالجامعة سياستها زيادة الإتاحة، بمعنى اللي ما كانش بيمارس يمارس، واللي بيمارس نساعده على الاستمرار في الممارسة، ما يبقاش مسحوم جدوله أو عنده عائق أيا من كان إنه يمارس رياضته. وفي نفس الوقت لو في بندي منح دراسية للأبطال، إذا كان بطل جمهورية أو بطل قاري أو بطل دولي، بنحاول نرتب له جدوله إن هو يقدر يمارس ونساعده في التمارين وهكذا. أعتقد إن الدكتور حسن مصطفى هو نموذج للإدارة اللي خلت كرة اليد في مصر تنتقل لمستوى دولي، وبعدين عزمته إن هو يبقى ممثل مصري رئيس اتحاد دولي لمدة عدد من الدورات تقترب من أكثر من 20 سنة. ده طبعا نجاح نسعد بيه كلنا ونحاول نكرره في الرياضة وغير الرياضة. كانت ندوة مهمة جدا، يعني الدكتور حسن يعني أشهر من نار على العلم ومثال يحتذى به فعلا في ان احنا ازاي الشباب اللي هو زينا يقدر يبص عليه. يعني هو مش بس النجاح اللي وصل له مش بس يعني على مستوى المحلي، لا، يعني هو ما شاء الله بقى حاليا رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. فحقيقه من اهم الحاجات اللي وصل اللي كانت رساله من الدكتور حسن لينا الاخلاص في العمل والتفاني في العمل، وان احنا يبقى فير جدا، وان انت ما تحبش لحد على حد. وده هو ده يعني اللي وصله التفاني في العمل، اللي وصله ان انت تبقى عارف كل حاجه في المهنه، اللي وصله المكان اللي هو فيها حاليا، ان هو يعني مترأس على الاتحاد الدولي لكره اليد لاكثر من حوالي 20 سنه حاليا. يعني هو هنا الحقيقه الجامعه بتوفر لنا حاجات كتير قوي علشان نبقى عندنا حياه تانية غير الحياه الدراسيه، منها الرياضه. ودكتور احمد الجوهري بيبقى دايما حريص ان يبقى عندنا حتى ايفنتس زي دي، ان هي فكرنا دايما ان في رياضه ودي حاجه اساسيه في حياتنا علشان يبقى في بالانس اصلا. فهنا احنا بنتعلم رياضات جديده، يعني انا مثلا ما كنتش بعرف العب تنس، بدات ان انا اتعلم هنا العب تنس، السباحه بدات ان انا اتعلم سباحه.